وحنا سوبر تدرون تي بساس تور كوريدا ور كوريدا واتا 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 ور شوريدا شوريدا ور واتا وحال كامرا يا دودان وعيدا مدي دبوتيان كها يهبكو دي أمرا يدقان كلاو يعد وادو جدان كان مرادان كسور وينانا وادو جدان ديارة ديه إسماعيل عمر قيل لو سوسية ملاي الشياد كاقا قحسادة اه اي اسنان ميت كمي ده اياق عانتر لغولو هاي وعيدا مدى حاقو درر كاقا اي اساسي اي سوري دي وحان هل كان دون كلاو داقي دونا لابا موقال او لقاها يحوقت ديارة ده هاس لمبر سيرات كودي أو الدوان قليه إيا إسماعيل جودان أو آنا قرسن عدو التنمذة أوها يباشا دارات إسماعيل إيا شعب كأس السي وحان سيدو كل هالكا يمكرو ذاك دونا مغالك خبك أي عيدة مدى تبوتي سومرين سلو يعدو أو لقد دوبي أو ضد شعب أو غير أس السي أي دوبين هالكا يارد يمكرو ذاك دونا بحي أهيد يارد دي حالي أي سور ذان عيدة مدى حابو درر كأي أس السي هاس أو دوله هابا سيفريزيما هو رأي عيدا كا كوهاريسن قد كقول جعده إذا معلومات أيان إذا كجها يا يعيدا كإس إس سي أو مانتي قلوا وين كجاري ده قال لجوس جوس أو هل كاس كده عي يفشل كقولنا وحال كده عي تبغى هذا أنا كحس هذا إس إم دياردي وسوسي إسماعيل عمر قل لي وحل جالس رسمي أه لو دياري يلا مرسلات كذي كور كذي إذا مان يلا ولا لو ذاك دون هيا ده قال ما ذي من ذي لا عدين دون إن جبوت ده قال كاسي أي سنبا وغم غرين لما أنت ما هيرت نالك استوى جوكتان مغال كان ليك لدع ليك لدع مغال كان سينا شرقرية فقاية مغال كان يوتيوب كان سبسكرايب سارتا كان بلاي كان فرطب كم ها سندين يسوس الله بشوعا انت أنا أقول دون واربحين مقال أه وآل إذن كقسم يجي إذا أم كدي ديعب كأه إيه أسنم يحريرك كدع إياه إن هجامياك اللي قتلسك مرجوقاك اللي قتلسك إسماعيل هرر يجبوت حوق كهيستا شلي أيي أهي مركي مدعوين الدني وكذا واجي إن شركة سد حجسوت كهاي يجبوت كل حماي حسن قرقرت حسن ش إسماعيل هر يموس جودان أي كسر بحري إن لا عرق لا ده شعب كأس السي أي مصير كذا حرم نقطة هذا بجبوت تاني مركز سوي كذا مش دجال كلاس عرب كوجدي دجال الذي يقول رئيس راكب جبوتي أنا كوجري ودي كوال مقبتي ما أنت واحد مريس إن دياري جبوتي أي سر رسمي هذا قالك وغيب غاتها شنو كان دياري درون إسكاي جبوتي اللي وصل ده هذا بقى صاحب يال إسماعيل هرر حكت لقاها يو معلومات كان لقاها ينعي إذا مدرسة كده قال لهم يلا زعرت وامد الديوان قري وامد اللي ولا حساب تيم دونه وأنا مد وعن قبتين عالمية كل مد دونه لما نهب كدوية ضايع وسين لو قرط قال ما أبي جحسدنا وشعب كرير لا سعرات كل جستي وامد السنة كجنا هذا بقى وحنا الكلام كله وذاك دونا حقت الديار دي أي عيدا كأس السمان تي حال مركزي أي سور دين يحل كان جوب تلا كناي ديار هذا هسي أي سور وهذا ما هم واحد قرصون على وتنمى لو إسماعيل عمر قال له أقرب بيله دارات تاسي أو بنا ككنتي كدي مركي غار كم إذا عيدا ما دي سبله وتقال كعورت مجال هذا لا سعرات دي حرنت قبل كسول أي كو خارجيا عيدا ماذا حق الدور كاه أس سي إسماعيل عمر قال لي مركي إذا ما فر بدن وكتر سن عيدا كيس جبوتيان قال له وغارجي دقال كلا سعانات وحاي سومالي دو دن قوب جوك إيا مركا أهايين وارمها لا سعانات سير رسمي أه فراها أسو قلي يساق ومركا سي عسومي عزي مدى داقن كقوب اللد أس سي إنا يتقان عاسي مدى جبوتي إيا دل كاسي جبوتي إيا دو مركا سي لحسوستين إسي مدى داقن كأي كأمر ديدين إسماعيل عمر قال لي يا هذا نوح أولها اللي رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد إنه ده ده هذه اسم هذا دقن كي يسد أكله ما ملك حق شركة هي دقي عبك هي اسمه إبرش إساق بل سي اسم هذا دقن كي يكون كيستين إذا مدى إبرش إساق كل أبطان دقن كأوب كدب نوح والبلغة وذا هل دون مركزي أمر ديدا داس كدب سمال الله وحيس الرسمي أو قادي دقال رسمي أو يقرشيني سيني وكل ورق تقودها مقا هذا لا سعانوت بل سعيدا ماذا حقو درر كأسي سي أيا كجوابي إياد أمي يدفع ربضان وكتر سنكو أرقا جحيسي دا ياسنم لقود دادي يسيد وكلان لقو قارجي دريت كمقا هذا لا سعانوت إيا حرونتو قبل كسول
isku soo wada duub oo duulaanka ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu banaanka ka keenay cadawtinimada loo qabo beesha daarood ee aysan iyagu markaasii ku jirin in dagaal rasmi ah ay ku soo qaadeen dhinacyo fara badan oo iskaashanaya goorma ayay soo bilaabatay ayay sidoo yihiin bulshooyinka Soomaaliyeed cadawtinimada oo Ismaaciil Cumar Geelo qabo beelweynta daarood xilligii uu madaxweynaha Soomaaliya ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed ama dhismihii dowladdii madaxweyne Cabdul Qaasim Saraad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carti ee dalka Djibouti madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed qayb kama ahayn ergadii iyo sidoo oo kale dadkii ka qaybgalayay shirkaasi isaga oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf arintaasi ka biyadiday waxaana la sheegay in xilligaasi Ismaaciil Cumar Geelo iyo Cabdullaahi Yuusuf arrimihii isku qabteen ay ka mid ahaayeen nidaamka 4.5 oo lagu soo lagu jaango ee magaalada Carte ee dalkaasi Djibouti waxaana bulshada dhan oo Soomaaliyeed la doosiyay xuquuqdoodii Allaah subhaanahu wa ta'aala uu sin doosin iyaga oo laga dhigay 0.5 halka kuwa kale ama beelo kale ay qaateen inay yihiin 4 waaweyn madaxweynaha xilligaasi ee Puntland Allaah uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu ka biyadiday bulshooyinka Soomaaliyeed badalad intaas leeg oo ku sameeyo hoggaamiyaha Djibouti waxaana jidhay hadal kulkul oo iswadaaseen taasi oo ahayd in Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha Djibouti ku yiri waxa taay madaxweynaha dalka Djibouti Soomaaliyana way madax banaantay Soomaalidu iyada ayaa heshiinaysa ee ka daakala goynta aad ku wadid Soomaalida markaas wixii ka dambeeyay madaxweyne Yuusuf ayaa qaatay in Soomaaliya hadii ay halkaas la gaarsiiso sidoo kale beelihii kale ay aqbaleen soo jeedintii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle in Soomaalidu ay xukuntan walba deegaankiisa uu ku laabto taas oo keentay in Puntland ay miiska soo saarto nidaamka federalismka ah kaas oo maanta ka hirgalay guud ahaan Soomaaliya taas oo markaasii banaanka keenaysa in bulshooyinka Soomaaliyeed ay wax wada lahaadaan waxana kala lahaadaan haddaba Ismaaciil Cumar Geelle Ismaan dhaafki xilligaasi iyo sida loogu jabiyay siyaasadiisi 4.5 waxa ay keentay in hoggaamiye kasta oo ka soo jeeda beesha daarood uu weerar rasmi ah ku soo qaado waxaana la xasuustaa sida ay u dagaalameen madaxweynihii 9aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida oo kale Ismaaciil Cumar Geelle kuma uusan joogin intaasi ee waxa uu unkay waxa lagu mayeeray urur Soomaali iyadoo shir saddex geesood ah oo magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi ku dhaxmaray hoggaamiyaha jabhada argagixisada ah ee SNM madaxweynaha xilligan ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxaana arintaasi lagu soo saaray in guud ahaanba weerar rasmi ah lagu qaaday sida oo kale markaasi la soo afjaray ciidamada xaqdurka ICC ee xilligan dagaalka kula jira kooxaha qowleysatada ah ee duulaanka ku soo qaaday gobolka SSC hadaba shacabka beelaha daarood waa inay ogaadaan dagaalka uu maleegi karo xilli walba hoggaamiyaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle kaas oo maanta la soo ogaaday in diyaarada fara badan oo Djibouti ay leedahay ka qayb qaateen dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada xaqdurka ah ee SSC ayaa si wada wareeg guluf ka dhanaa jabhada argagixisada ah ee SNM wax walba oo ay isticmaalaan ama diyaarad kasto ay isticmaalaan waxa markaasi ciidanka xaqdurka ah ee SSC ay soo afjarayaan sidoo kale markaasi ay la wareegayaan goob kasta oo cadawga Soomaalidiidka ah ee SNM ay ku dhumaaleysanayaan taasi oo banaanka keenaysa in cadawga SNM laga tignoolajiyo sareeyo hadii ay daroon wataan kuwa ka mid ah ciidamada SSC ay kiciyeen halka ciidanka SSC ay haystaan qalabka daroonta soo